لم يمر عيد الأضحى هذا العام على النجوم العرب بطريقة واحدة. بعضهم عايد متابعيه متمنياً لهم أياماً جميلة، وبعضهم الآخر بقي غارقاً في حزنه. الفنان المصري هاني شاكر نشر مقطع فيديو قصير على حسابه على إنستغرام عايد فيه جمهوره متمنياً أن يكون العيد سعيداً على العرب جميعهم، كما وعد محبيه بأن يلتقيهم مطلع شهر آب أغسطس في حفلة في دار الأوبرا المصرية. يشار إلى أن شاكر تعرض لأزمة صحية منذ بضعة أيام فرضت عليه البقاء في المستشفى وتأجيل حفل الأوبرا. جمهوري الحبيب، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ربنا يعود علينا يا رب بالخير والسعادة. ولنا الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي شاركت فيديو قصير عبر إنستغرام عايدت فيه جمهورها، وقبل ذلك بيومين نشرت فيديو من أجواء الأضحى شاركت فيه بالتكبير. أكبر الله أكبر. الفنان اللبناني عاصي الحلاني غرد عبر تويتر قائلاً: كل عيد وقلوبكم بيضاء ممتلئة بالمحبة والنقاء. كما شارك في حملة خيرية أطلقها موقع beirut.com لمساعدة العائلات المحتاجة خلال أيام العيد. شوق الحلاني جمهوره للحفلة التي ستقام بمناسبة الأضحى في فندق سان جورج ببيروت قائلاً: انتظروني في حفلة استثنائية مميزة وحصرية مع العائلة والأصدقاء عبر تطبيق فان بوكس. الفنانة السورية جمانة مراد لم تنشر أي شيء عن الأضحى لكون العائلة في حالة حزن بسبب وفاة والد زوجها منذ بضعة أيام. كذلك حرص الفنان المصري أحمد حلمي على أبقاء منشور دعواته بشفاء الفنانة ياسمين عبد العزيز آخر ما ينشره عبر إنستغرام. فيما يتعلق بالفنانة المصرية ياسمين صبري عايدت جمهورها عبر تويتر ونشرت عبر إنستغرام صورها في رحلة سياحية في البحر برفقة زوجها. أثارت هذه الصور انتقادات بعض متابعيها الذين عاتبوها على عدم تعاطفها مع ياسمين عبد العزيز بكلمة واحدة، واعتبروها أنها لا تهتم بظروف من هم حولها. رغم العيد لم يستطع الفنان السوري أيمن زيدان الخروج من حالة الحزن التي يعيشها، فقال: إلى متى ستظل تجافينا أيها الفرح؟ كم نفتقدك يا صديقنا العتيق، كل عام وأنتم أقل حزناً.